إبداع الفن المصري ملوش آخر، وبأيادي الطلاب المصريين وأعمالهم الفنية تقدر تعرف إن المصري موهوب بالفطرة، وده ظهر في ملتقى إبداع الطلاب بالجامعات المصرية. اسمي مينا سعد حامي، بكالوريوس فنون جميلة جامعة النيل في قسم النحو. مشروع تخرجي الفكرة بتاعته عن النهوض أو عن الحضارة. فأنا خدت الهرم كمثال أو رمز للحضارة، والشكل اللي فيه اللي هو عبارة عن مسال تعرضت لها البلد، وعملت ثلاث حضارات إن هم بيحاولوا يرجعوا الهرم بوضعه الأساسي، إن هم يرجعوا الدولة لوضعها الطبيعي والحضارة. فكرة المشروع جت لأن الفترة دي محتاجين نتكلم عن النهوض، فحاولت أعبر عن الموضوع بتاعي خلال 23 يوم في فترة مشروع التخرج. إجمالي عدد الطلاب المشاركين حوالي 350 طلبة في مجالات مختلفة. المجالات اللي احنا حضرتك شايفها دي نحو الخزف والرسم والتصميم والتصوير والتصوير الزيتي طبعا وطباعة المنتجات ومجال البرمجيات التعليمية. الحقيقة أنا شايفة زخم ومستوى هايل من الطلاب من الجامعات المشاركة. لو حضرتك لفيت بالكاميرا بتاعتك وشوف هتلاقي، يعني أنا بصراحة النتائج فقط حدود توقعاتي. شايفة مواهب كبيرة جدا جدا من كل الجامعات المصرية، مبسوطين جدا الطلبة مع بعض، بيتعرفوا بياخدوا تليفونات بعض علشان خاطر يبقى في تواصل ما بينهم، استفادوا واكتسبوا خبرات، اتعلموا ازاي يخرجوا بره بيوتهم، يشاركوا في عمل جماعي بتيم وورك، ازاي يعرفوا يتحملوا المسؤولية ويعيش بعيد عن البيت او بعيد عن المكان اللي هو فيه. ده غير النحت على جذوع النخل اللي مفيش في جماله بأيادي مصرية. اشتغل نحت على جذوع النخل، حاولت ان اوظف الخامة دي لانها موجودة عندي بكثرة، خامة طبيعية معلومة من بالنسبة للناس كلها. بعمل المعالم الأثرية المصرية على أساس إن إحنا نصدر فكرنا للعالم الخارجي، وإحنا إزاي إحنا محتزين بالتراث بتاعنا. فعلا الإنسان لازم يكون كل يوم فيه جديد. اسمي عادل محمود من محافظة الوادي الجديد، بشتغل نحت على جذوع النخل. بدأت النحت على جذوع النخل من حوالي 25 سنة. بدأ معايا الموضوع الأول، أنا كنت بشتغل على خامات متعددة، منها خشب طبيعي وخشب صناعي وكده. لقيت خامة موجودة عندي في البيئة بتاعتي، حاولت إن أوظفها في اللون الفني بتاعي لأنه ما كانتش ليها أي دور. حاولت إن أوظف الخامة دي لأنها موجودة عندي بكثرة، خامة طبيعية معلومة بالنسبة للناس كلها. بلدة كانت بتتحرق، كانت بتعمل تلوث في البيئة، أنا حاولت إن أوظفها في اللون الفني بتاعي، فدخلتها في اللون الفني وساعدتني إن أظهر التراث الشعبي بالنسبة لنا كمحافظة وادي جديد. عملت بها أشكال عديدة، أشكال ديكورية، طلعت بيها في المعارض زي معرض تراثنا. أنا دي رابع مرة أشارك في معرض تراثنا، لقيت الناس بتتفاعل مع الخامة بتاعتي لأنها أول مرة تشوف الخامة دي بالصورة دي، بالصورة الجمالية. النحات المصري ما اكتفاش بالنحت المعروف، ده كمان دور على طرق نحت جديدة وصعبة. البداية كانت من 8 سنين بالظبط، قلت أدرس فن تشكيلي، وبدأت فعلا أحتك الفنانين وبدأت أدخل الوسط. هي القصة كلها بس محتاجة شوية إرادة وشوية صبر وشوية تعب. يعني أنا كنت بيوصل بيها الأمر إن أنا ممكن أرسم 15 ساعة في اليوم. من 3 سنين بالظبط بقلب في انستجرام، فلقيت صورة منحوتة على سيدنا علم رصاص، فبس ده كان الموضوع بقى من ساعتها بدايتها. فقلت انا لازم اتعلم الفن ده، انا مش ببالغ، 20 محاولة كانت بتتكسر مني.
بعد العشرين يعني بدأت أظبط إلى حد ما تفاصيل صغيرة. قررت إن أنا لازم أوظف الموضوع ده في خدمة هدف أو في خدمة فكرة. فاخترت الترويج للآثار المصرية. طموح خدني إن أنا أقدم في جينيس، يعني وقدمت بالفعل في قناع توت عنخ آمون. حاليا شغال في منحوتة الإخناتون. عايز أخد التماثيل الأشهر وأكون بيها كوليكشن من 20 منحوتة. للمعوقات اللي ممكن تقابلني ان انا منحوتة تتكسر مني وانا بصورها. انا بشتغل بحاجة اسمها ديتيل نايت، ده بيكون دقيق جدا زي المسرح الطبي كده، بس برضو بشتغل بعدسة مكبرة. الاقلام اللي بشتغل عليها ماركات نظيفة شوية، يعني بحيث ان ومن الخردة قدر الفنان المصري يعمل العجايب. كأنا يعني بيرضيني ان انا اشوف التمثال وهو خامته قديمة، بحس ان انا اولا البيئة بتستفيد، ثانيا بطلع حاجة كويسة ومشرفة للبلد. يعني مثلا زي التمثال الكبير اللي ورايا ده، انا قعدت كتير جدا اعمله، هي كانت فكرة في دماغي وكان نفسي انفذها، وقعدت فترة كبيرة على بال ما نفذتها، بس الحمد لله طلعت حاجة ترضيني انا نفسيا وتسعدني، والحمد لله انا يعني نالت رضا الفنانين و والجون في المعرض. والعمل بالنسبة للمعرض اللي هو العمل بتاع البنت اللي حط ايديها على وشها دي، ده بيدل على بنت، يعني على حسب بقى وجهة نظر اللي بيشوف. في ناس تشوف وتقول دي واحدة بتتضرع لربنا، لكن انا كنت عاملاها صراحة في حالة انكسار، كان هي بنت منكسرة ومتضرعة لربنا وفي حالة حزن شديد وحالة انكسار شديد. وبالنسبة للتمثال اللي هو بنت اللي هي مقيدة وحاطة شعرها على جنب دي، بحس ان هي بتدل على او بنت مقيدة مش بقيود سلاسل، مقيدة بفكر مجتمع. وبالنسبة للتمثال بتاع اللي هو بتاع العرقسوس، انا صراحة حبيت ان انا اعمل حاجة، بما ان انا في شهر رمضان يعني، وانا احب الشهر ده جدا، حاسة ان التمثال ده يعني جميل كده بمناسبة الشهر، وعلى اساس ان انا عاملة المعرض في الشهر ده. ونرجع تاني للنحت اللي بيبين ابداع الطالب المصري. ده جرب اسم النحت، وعامل فكرة عن حد الارض. كلمنا على الفكرة بتاعتك. الفكرة اللي هنا رجلس كبير شعرة ومرسوك، ان الشعرة دي بتعبر عن انا لسه فيها مكرام، لانه رجل بطل ومكورة ورجل الفرس معنا مكورة، وبيعبر كده هي بطل كمان ومرسوك في العجل، وهي بطل بتساعد العجل معها وتسحب معها رايح عنه. هي لو عملتها بقى خلال فرصة كمان عايزة بس خد منك شغل قد ايه المشروع؟ خد وقت 16 يوم. شايف تفاعل الناس معك ازاي؟ تفاعل ممتاز صراحه، عجبني جدا. انا كنت متوقع تفاعل من الدكاتره والطلبه والناس، حتى وعلى السوشيال ميديا برضه. أنا اسمي نور محمد زياد، خريجة فنون جميلة المنصورة، قسم نحت شعبة نحت البارز. مشروعي عن التوحد، اضطرابتي في التوحد، حاولت أعبر عن ردود أفعال مصابين التوحد. لما قرأت أكتر عن التوحد عرفت إن هو مش مرض، هو اضطراب عصبي بيصيب الأشخاص اللي عندهم مشكلة في التواصل الاجتماعي، مش قادرين يتعاملوا مع الأشخاص أو عندهم صعوبة أكتر في مهارة التواصل. فدايما حالة الزحمة أو التوتر أو الصوت العالي أو الدوشة ده بيسبب لهم ذعر وقلق، دايما ردود أفعالهم بالنسبة لنا غريبة أو مش متوقعة. حاولت أعبر عن ردود أفعالهم دي وقد إيه بالنسبة لنا بتبقى حادة، أو اللي هو أنت ليه عملت كده، أو ليه رد فعلك مش مفهوم. دايما ردود أفعالهم بالنسبة لنا مش مترجمة قوي. حاولت أعبر عن ده، وحاولت أعبر عن كمان الفعل أو الحدث اللي بيضايقهم اللي هو الزحمه او التوتر بالظبط. ردود افعالهم من بالنسبه لنا مش مفهومه بالظبط. طب ممكن توضحي اكتر لو قربنا شويه؟ مثلا خوفهم مثلا او الذعر، التوتر،
من الزحمة عامة. دايما بالنسبة لنا مش مفهوم هي ليه مش فاهمة الزحمة أو ليه مش فاهمة الصوت العالي ده، مع إن بالنسبة لنا أشخاص عادية عادي. مثلا دي هي زعلانة أو حزينة إن هي مش قادرة تتعامل أو تتواصل مع البشر أكتر، شايفة إن كله بيهاجمها أو ضدها عامة. في مثلا الفيجر ده هو أحبط أو إن هو من كتر ما مش عارف يتعامل أو حاسس إن هو عنده مهارة مش مكتسبها زي كل الناس عندهم مهارة التواصل الاجتماعي، فأحبط من التعامل عامة. الفيجر اللي فوقه هو عنده حالة ذعر أو قلق من الدوشة أو الضوضاء اللي فوقه، من حالة انهيار عامة من المجتمع، مش قادر يتأقلم مع المجتمع، مش قادر يستوعبه بالظبط. الفيجر الواقفة هي تعتبر البطل، حالة الذعر أو حالة اللامبالاة اللي في الرياكشن بتاعها حاولت أعبر ده أو أبين إن هو قد إيه العالم مش هيلهم عيب، هم مش قادرين يتحملوه، حاسين إن هم دايما مرفوضين، حاسين إن هم دايما غير البشر، مع إن بالعكس هم مميزين جدا، عندهم مهارات ذكاء عالية جدا جدا جدا. البورتريه اللي فوق حاولت أبين أكتر الحالة قد إيه هم حاسين بقد إيه الحياة حملاهم الحياة بالظبط، الحياة دايما ضغط عليهم، حالة من دايما القلق والحزن على نفسهم أكتر.